مباريات متتالية ورا بعض، بداية من مباراة مؤخرا يعني، بدايات وبدايات مباراة بيراميدز ثم مودرن سبورت ثم بيراميدز مرة بس ثانية، قربنا يعني الحمد لله خلاص بينهم الألمونيوم، وبالتالي توالي المباريات بيؤثر بشكل كبير جدا على الناحية الفنية طبعا بالنسبة طبعا لكل لعيبة النادي طبعا الأهلي. وعشان كده اللي بيتفرج على الماتشات لازم يراعي هذه النقطة، يعني ما تبقاش العملية بالنسبة له، وده يمكن نركز عليه برضو مارسيل كولر أكتر من مرة، وأخيرا في المؤتمر الصحفي الأخير بعد المباراة الأخيرة يعني ركز برضو على جزئية إنه اللي يتحط في الضغط اللي فيه لعيبة النادي الأهلي لازم يعني يراعي الضغط اللي هم محطوطين فيه، بيلعبوا خلال فترة زمنية محدودة عدد كبير من الماتشات وعليهم ضغط أساسي إنه ما يخسرش، فبالتالي لو حصل بعض الديفوهات ده طبيعي جدا. ده هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، انه في النهايه في مثل هذا التوقيت في النهايه انت عايز تكسب. لو حصل ديفو اثناء المباراه ما تركزش فيه قوي لانه هيعطلك. انت الاول حاول تلعب من اجل الهدف اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ الثلاث نقط. لان هم دول الاساس بالنسبه لك. طبعا. وفي بعض المؤثرات الخارجيه اللي بيحاولوا يشغلوك بيها. يكلمك عن حاجة معينة، عن لاعب معين، عن مشكلة معينة. في النهاية أنت مطلوب منك المكسب ولا بديل آخر. يعني كمان هو أجاب إجابة أعتقد أنها روعة جدا بالنسبة للهدف اللي جه في الشناوي، كان الهدف الأول تقريبا. طبعا. هو قال لك أنا ما أقدرش مباراة إيه مودرن سبورت يعني؟ ما أقدرش أحكم عليها، لازم تتشاف كويس. هل هو المسؤول لوحده ولا لعيبه الظهر ولعيبه الوسط يعني فعلا دي لعبه جماعيه يا استاذ جمال. ايوه ما هي لعبه يعني جماعيه، مش واحد مش فرد هو اللي هيتحمل. بالظبط هو كلامه كده، هي مش هشيل الخطا لواحد. اذا ما كناش كلنا قلبنا على بعض هتبقى مشكله، تلعب كل واحد مع نفسه. هو كلامه ممكن طبعا. ممكن اللي بيسال السؤال يا استاذ محمود بيبقى موجه لحاجه معينه، مش الناوي. فهو الشناوي يعني بيحاول يصحح المفهوم ويتكلم في الواقع. الواقع بيقول ان دي مباريات متتاليه يترتب عليها 100% ضغوط غير عاديه. لا وكلام الاستاذ جمال برضو يا استاذ محمود كلام مهم جدا، لانه نتيجه المباراه انت كسبت بكرتين ثابتتين، مباراه جيده وحلوه وكل حاجه، ولكن يعني واضح ان كولر العداله اللي بيعملها بتوصلك ان انت حتى بتكسب، يعني ممكن تبقى وحش وتكسب. بص يا كابتن انا عاوز اقول لك العداله هي الاهم يعني. طبعا لا بص حضرتك، هذه هي اخطر مباراه للاهلي في المشوار. مودرن بعد ماتش بيراميدز وصلت الى قمه المستوى وعملت مباراه كبيره جدا، ولم تستسلم للظروف المباراه، وربنا منحك التوفيق للجهد الكبير جدا، وقدرت تاخد ثلاث نقاط من فم فريق بيبحث عن اول بطوله ليه، عاوز يحط نفسه على الخريطه، عنده روح قتاليه، وتم الكلام عنه بصوره وكانه لا احد يستطيع ان يوقفه. فانت لما عند النادي الاهلي كان الاهلي حاضر بشخصيه البطل في هذه الصوره، رغم حجم الارهاق والجهد الكبير جدا اللي واطى على اللعيبه. بعد ما تنتهي من مباراه بيرمز بكل دوافعها والدور الكبير جدا اللي لعبه جمهور الاهلي لم يهدا دقيقه واحده على مدار المباراه، دعم وتحفيز اللاعبين، البطل الحقيقي في 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 مواجهه بيرمز هو جمهور الاهلي، وهو ما اتعرض له الان بالصوره اللي احنا شايفينها خلال الساعات الماضيه احنا نحكي فيها ونقول. لكن مباراه فيوتشر مباراه مودرن سبورت من المباريات الخطيره جدا اللي هنأتي بعد مستوى كبير جدا الى فريق على فكره عنده بيلعب بروح صلبه جدا قدام النادي الاهلي. يعني لو رجعت النتائج قبل كده انت يعني ايه كسبانهم بالعافيه في نهائي السوبر، مباراه شرسه وقويه رغم انك انت كسبت 4-2، لكن من 2-0 ل 2-1 ل 2-2 مباراه صعبه. انت حسيت في النص ساعه الاولانيه في الشوط الاولاني تسعر لعيبه الاهلي مش قادرين، وكانه في اقدامهم قياس الرمل مش قادرين يتحركوا، باضع عليهم الارهاق والاجهاد. كونك انك انت تصاب بهدف
وتتماسك وتوفق في احراز هدف من كره ثابته على غير المتوقع. يعني ايه الهدف ده؟ رجعك ما بيجيبش جون بدماغه كتير. يعني ما انا بقول لحضرتك يعني صحيح. هدف في توقيت صعب وتحرك مهم جدا من امام، وكمان يجي لك الهدف الفوز مع نزول اثنين من اللعيبه، انت ايه نفسهم يرجعوا لمستواهم عشان دول يدورك دافع وواحد عمل الاسيست والثاني برضه يعني ما بيجيبش جون. انا بقول لحضرتك، انا بقول لك يا كابتن، فانا عاوز اقول لك ايه، مباراه مودرن نقطه مفصليه، وانا من وجهه نظري ما بتساويش 3 نقاط، انا بقول لك بتساوي 6. ليه؟ انت رايح مودرن انت رايح للمواجهه الاهم في الموسم، مواجهه الدوري، عشان بس اقول للناس بس ايه. بص يا استاذ محمود معلش، انا اتفضل بس انا حضرتك وانت اقول لا اكمل وانت كمل. اتفضل. المباراه اللي جايه هي مباراه الدوري، مباراه بيراميدز وليس الاهلي. هي يوم الاثنين ان شاء الله. مباراه الدوري ان شاء الله الفوز فيها، خلي بالك انا شايف انك انت ستقطع بنسبه، مش عاوز اقول لك لا 70 ولا 80، هنا اقول لك بنسبه 90%. الدوافع هتختلف، انت تخلصت من المنافس اللي هو بيصارعك على اللقب. هيبقى عندك ايه؟ السيراميكا المصري زد مودرن اخر مباراه، مش مشكله خلي مودرن اخر مباراه، لكن يعني بص انت ايه، بس انت لما كذا مباراة بس انت طبعا بس انت لما تكسب ان شاء الله ولديك الروح العالي، وهتبقى مباراه شرسه جدا في مباراة يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، لما تكسب خلاص انت ايه، موضوع اختلف. موضوع اختلف، موضوع اختلف في الدوافع، موضوع اختلف في الروح، موضوع اختلف في كل حاجه. صحيح.